الآن نتحول معكم لمتابعة أهم وآخر الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية تأتينا بها فاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك يا أداء. أهلا بك يا ليلى. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولا سيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وزيادة فرص التشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لاستعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تستهدف الاستراتيجية إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026-2027 تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنويا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري. أكد وزير الزراعة السيد القصير أن مسألة الأمن الغذائي أصبحت قضية شائكة، خاصة بعد الأزمات التي مر بها العالم مؤخرا بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كذلك قضية التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود لدعم ملف الأمن الغذائي في كافة المجالات. جاء ذلك خلال تسليم وزير الزراعة شهادات 59 مبعوثا من 30 دولة إفريقية وأسيوية وأوروبية بعد مشاركتهم في البرامج التدريبية في مجالات إنتاج وصحة الحيوان وإدارة الأراضي والمياه والتنمية الريفية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والخارجية. بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتي سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركات الهندية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء وعلى وجه الخصوص الطاقات المتجددة. وخلال اللقاء أكد الوزير على الاهتمام بالتعاون المثمر مع الشركات الهندية لما لها من خبرات عالية في مجال الكهرباء. كما أكد الوزير أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية بضغوط مبيعات أجنبية وسط تداولات مرتفعة. خسر رأس المال السوقي نحو 11 مليارا و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 973 مليارا و500 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15,141 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط لضعف أداء الاقتصاد العالمي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 91% لتصل إلى 81 دولار و95 سنت للبرميل. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.23% مسجلة نحو 76 دولار و18 سنت. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.55% لتصل إلى $2.02 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل نحو 6 دولارات و6 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أغلقت أسواق الأسهم الخليجية متباينة، حيث فاقم تمسك البنك المركزي الأمريكي بتجديد السياسة النقدية المخاوف من الركود، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.4%. حقق المؤشر السعودي الذي لامس أدنى مستوى في 20 شهرا في وقت سابق هذا الأسبوع مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، هي الأولى في 8 أسابيع. صعد مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.1% ليوسع مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة وقطع سلسلة خسائر استمرت 7 أيام. أما المؤشر القطري فقد تراجع 0.9% في رابع جلسة من الهبوط هذا الأسبوع. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا وليلى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.